بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، حياكم الله تعالى من جديد في مجمع المدارس الفلسطينية في دولتنا الحبيبة قطر، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد نتواصل به في دروس الوحدة الرابعة من صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا كما تعودنا أعزائي الطلبة، سنسير وإياكم في خارطة الطريق من خلال أهداف الدرس. الأهداف: الهدف الأول، يتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على ذكر بعض من صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني، التعريف بأم عمارة وأم سليم. الهدف الثالث، توضيح ما يميز أم عمارة وأم سليم عن غيرهما من الصحابيات. الهدف الرابع، بيان دور أم عمارة وأم سليم في خدمة الإسلام. الهدف الخامس، تقدير دور الصحابيات في نشر الدين. الهدف السادس، استنباط الدروس والعبر من سيرة الصحابيات. رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال في التضحية والإيثار. ولقد خلدت السيرة النبوية نماذج رائعة للنساء، مثل أمهات المؤمنين وسمية، أم عمار وأم عمارة وأم سليم، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. وقد حرر الإسلام المرأة من أغلال الجاهلية ورفع من شأنها وأكرمها بالقرآن والسنة النبوية، وجعلها في كثير من الآيات مثلا يقتدى وسيرة تحتذى. أم عمار هي نسيبة بنت كعب بن عمرو الفاضلة المجاهدة الأنصارية النجارية، وكنيتها أم عمارة، والدة عبد الله وحبيب ابن زيد بن عاصم رضي الله عنهما. فضلها، كانت أم عمارة من السابقين إلى الإسلام، حيث إنها شهدت بيعة العقبة الثانية، فكانت إحدى امرأتين حضرت البيعة للإسلام، وكانت مثالا يقتدى به في التضحية وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنها احتلت مكانا عظيما في مقام الصبر، فقد قتل ابنها حبيب بن زيد رضي الله عنه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب يدعوه للرجوع إلى الإسلام، فاحتسبته عند الله تعالى. إذا ضروري نحفظ اسم أم عمارة، وأيضا ونبين فضلها ودورها في الإسلام، حيث أنها شهدت بيعة العقبة الثانية، فكانت إحدى امرأتين حضرت البيعة، وأيضا تميزت، كانت مثالا يقتدى به في التضحية وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا احتلت مقاما في الصبر، كان لها مكانا عظيما في مقام الصبر. دورها في خدمة الإسلام.
طبعا شهدت أم عمارة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة والحديبية، وكما شهدت يوم حنين ويوم اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث يوم أحد أبلت بلاء حسنا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأراها تقاتل دوني وقد جرحت فيها. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها عبد الله أن يعصب جرحها، فسمعته أم عمارة فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. الدور أم عمارة في خدمة الإسلام. أيضا النساء كان لهم دور كبير في الجهاد ووظائف مهمة، حيث يسعفن المرضى والجرحى وينقلن الماء وينشدن ويرددن، وحتى يحثوهم على الجهاد، حيث الصبر وحيث الدعاء لهم. أيضا وقد أبلت بلاء حسنا يوم اليمامة في قتال مسيلمة، وجرحت 11 جرحا وقطعت يدها واستشفد زوجها، ولكن ذلك لم يضعف من عزيمتها وقوتها وإرادتها، ولم تكترث لما أصابها في سبيل الله. وفاتها، عادت أم عمارة إلى المدينة منورة صابرة محتسبة، ولم تمكث طويلا حتى انتقلت إلى لقاء ربها ودفنت في البقيع سنة 13 هجري. نحفظ أنها دفنت المكان وين؟ في البقيع. في أي سنة؟ سنة 13 هجري. أم سليم هي الغميصاء أم سليم بنت ملحان، أم الصحابي الجليل أنس بن مالك، الذي تشرف بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا أم سليم، نعرف اسمها الغميصاء، أم سليم بنت ملحان، أم الصحابي الجليل أنس بن مالك، الذي تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ نشوف فضلها. أسلمت أم سليم بين بيعات العقبة الأولى والثانية، وكانت من أوائل المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قد تميزت بالحكمة والصبر والتفاني في خدمة الإسلام، لذلك نالت مكانة عظيمة في الإسلام، فقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بقوله: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. معنى الخشفة، الخشفة هي الحركة والصوت المنخفض. نشوف صداقها، صداق أم سليم أي مهرها. كانت أم سليم أعظم النساء مهرا في الإسلام، فبعد موت زوجها تقدم أبو طلحة لخطبتها فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غير. فأسلم فكان ذلك مهرها. دورها مع الرسول عليه الصلاة والسلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أرادت أن تخدم الإسلام، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس له ابنها يخدمك. وكان حينئذ ابن 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وشاركت مع الرسول في بعض غزواته، منها غزوة أحد وغزوة حنين
وقد أبلت بلاء حسنا، كما أنها روت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهينا من الدرس ننتقل إلى أسئلة الدرس من صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم. التقويم عندنا السؤال الأول صح خطأ، أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة إكس يمين العبارة غير الصحيحة. عندنا أم عمارة هي الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب، الجواب صحيح. قطعت يد أم عمارة وهي تقاتل في غزوة أحد، خطأ. أم عمارة رضي الله عنها من قبيلة الأوس، خطأ. أربعة، كان صداق أم سليم إسلام زوجها، العبارة صحيحة. خمسة، أنس بن مالك هو ابن الصحابية الجليلة أم سليم، الجواب صح. انتهينا من السؤال الأول، ننتقل إلى السؤال الثاني. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة يدعوه للرجوع إلى الإسلام هو، الجواب دال، حبيب بن زيد. الجميع يحط دائرة على دال. توفيت أم عمارة زمن الخليفة، الجواب جيم، دائرة على عثمان بن عفان اللي هي جيم. ثلاث، شاركت أم عمارة في جميع ما يأتي عدا، الجواب اللي هو جيم، معركة اليرموك. السؤال الثالث، كيف ترد على من يزعم أن الإسلام يقيد المرأة ويقلل من شأنها في ضوء ما تعلمته من هذا الدرس؟ الجواب، رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين غيره، وأعطاها كافة حقوقها التي كانت محرومة منها أيام الجاهلية، مثل حق الميراث وحق الحياة. السؤال الرابع، استنتج العبر والدروس المستفادة من الدرس. واحد، العمل على رفع راية الإسلام. اثنين، الصبر على الابتلاء. ثلاث، للمرأة أهمية كبيرة في الإسلام. السؤال الخامس، أقارن بين الصحابية أم عمارة وأم سليم من حيث اسمها، إسلامها ما يميزها. نيجي لأم عمارة، أم عمارة اسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية النجارية، أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية. إسلام أم عمارة، أسلمت مبكرا وشهدت بيعة العقبة الثانية. أم سليم أسلمت مبكرا بين بيعة العقبة الأولى والثانية. ما يميزها أم عمارة؟ الصبر الأسبق إلى الإسلام، الصبر والأسبق إلى الإسلام. أم سليم ما يميزها؟ الحكمة والصبر والتفاني في خدمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.